روبن هود حكاية من التراث الإنجليزي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شاب ذائع الصيت معروف باسم روبن هود. اتخذ هود هو وأفراد عصابته من الغابة شيرويد مقرا لهم. كان جميع أفراد العصابة محكوما عليهم لتهرب بعضهم من دفع الضرائب واتهام البعض الآخر بصيد الغزلان. لذا اتخذ الجميع من الغابة مقرا لهم ومن روبن هود زعيما لهم. كان المأمور رجلا فاسدا ظالما، فقد قام بإدانتهم جميعا، وكان يفرض ضرائب هائلة ويقوم بجمعها بدون رحمة أو شفقة، ولم يكن يتردد في قتل من يعارضه. روبن هود، أنت السبب، لولاك لصرت أغنى بكثير. نعم. كان روبن هود محاربا ممتازا، يستعمل رمحه بمهارة بالغة ويجيد إصابة الهدف، كما كان سيافا بارعا. وهكذا أصبح روبن هود زعيما لأفراد العصابة في الغابة. سيدي أرجوك أتوسل إليك. من هذا؟ اتخذ روبن هود من الغابة مركزا لتحركاته إلى الشرق والغرب. كان روبن هود يسترد الضرائب التي يجمعها المأمور الظالم ويعيد الأموال إلى أهل القرية الذين يشعرون نحوه بكثير من الامتنان. سرقك روبن هود ثانية؟ أخبرني كيف. فعلت المستحيل، لقد طفح بي الكيل، سأقبض عليه بنفسي. هل تريد أن أجهز الجيش يا سيدي؟ لست بحاجة إلى جيش، عندي فكرة رائعة. روبن هود، أيامك معدودة. نعم. لقد قررت أن أقيم مسابقة لرمي السهام لاختيار أفضل رامي قوس، وسيحصل الفائز على 10 قطع من الذهب. المتسابق الأول تقدم. حاضر. المتسابق الثاني يتهيأ. حاضر. المتسابق الثالث. كان
المأمور على علم بشهرة روبن هود ومهارته في الرماية، ومن أجل ذلك أقام المسابقة، وكان همه إخراج روبن هود من الغابة. روبن هود ليس هنا. نعم، ترى هل اكتشف خطتي أم ماذا؟ إلى الجولة الخامسة، استعدوا أيها الرجال. إنه دورك. هيا أنت. ترى من يكون هذا الهداف البارع؟ هل يمكن أن يكون هذا الرجل هو روبن هود نفسه؟ يا له من هداف بارع. هناك هداف واحد فقط بهذه البراعة، هو روبن هود. لابد أنه روبن هود. سيدي، هذا هو الفائز، يريد التشرف بمقابلتك. اقترب أنت، إنه روبن هود. ابتعد، من تظن نفسك أنت روبن هود؟ أحك نعم. ماذا فعلت؟ ابتعد. توقف من رجال الدنيا بسرعة. مني. سأقتلك بيدي. نعم. خلصنا منه.
هكذا انتصر روبن هود ورجاله على المأمور الفاسد، وبفضل شجاعتهم وإقدامهم عاد للمدينة الأمان والثراء من جديد.